الله تعالى يقول يوم، هذه الآية في سورة الحديد، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، نور يتحرك ويتحرك بسرعة، لأنه ذول بسرعة دا يتجهون نحو الجنة، مو يمشي. أكو فرق بين يمشي وبين يسعى. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، يتحرك بسرعة باتجاه الجنة، لأن ماكو وقت للانتظار، مستعجلين أن يذهبوا إلى رحمة الله، إلى رضوان الله. يسعى نورهم بين أيديهم، يعني أمامهم وبأيمانهم. هذا أي نور؟ هذا النور الذي حصلوه في هذه الدنيا، هذا نور الوضوء، الوضوء نور. هذا الوضوء الذي توضأه في هذه الدنيا يتحول إلى نور يوم القيامة. هذه الصلاة، هذا الذكر، هذه العبادة، هذه النافلة التي أتى بها في جوف الليل، هذه كلها تتحول إلى نور يوم القيامة، وتشق ذلك الظلام. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، إلى أن الله تعالى يقول يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا يعني إما انظروا إلينا أو انتظروا شوية نستفيد من هذا النور، نشوف طريقنا على ضوء هذا النور. انظرونا نقتبس من نوركم، ما هو الجواب؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. الآخرة مو مكان النور، الآخرة مو مكان تحصيل النور، هنا مكان تحصيل النور. إذا واحد يريد يعمر آخرته، الآن لازم يعمر آخرته. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا،